مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة هتكون حلقة مهمة جدا النهاردة عشان عندنا أخبار وموضوعات كتير جدا جدا هنتكلم فيها. الضيف النهاردة هيكون معنا في الجزء الثاني من الحلقة الأستاذ محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق، وهنتكلم عن كل الأخبار على الساحة الرياضية المحلية والعالمية بشكل محدد وبشكل مخصص، لأن عندنا أخبار كتيرة جدا سواء بتخص الجانب المحلي وبتخص الجانب العالمي، وكمان الأهم بالنسبة لنا كلنا أخبار النادي الأهلي. هنتكلم على أخبار النادي الأهلي، بس خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الأهلي يعلن تعاقده مع محمود متولي. 26 لاعب في قائمة الأهلي الإفريقية. تأهيل سعد وإكرامي وندفد. محمد محمود يبدأ تدريبات الكرة. تقارير لجنة خماسية تدير الجبلاية. بوجبا يهدد صفقة صلاح إلى ريال مدريد. خطوة واحدة تفصل نيمار عن العودة لبرشلونة. طيب، أخبار كتيرة جدا متعلقة بالنادي الأهلي، أهم هذه الأخبار إتمام صفقة انتقال محمود متولي لاعب نادي الإسماعيلي بشكل رسمي ليصبح لاعب للنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد. صفقة جمهور النادي الأهلي انتظرها بقاله فترة، وفي نفس الوقت كان منتظرها جدا جدا هو نفسه اللاعب محمود متولي. عارفين رغبته من زمان قوي، من سنة فاتت تقريبا، وهو اللاعب عارف هدفه إيه، إن هو يروح القلعة الحمراء. فعلا هدفه تحقق اليوم واتمامه لانتقاله للنادي الاهلي، وبالتالي هو رفض كمان اغراءات كتيره كتيره جدا جدا علشان يروح انديه اخرى سواء داخل مصر او خارج مصر، لانه كان جاي له برضه بعض العروض في بعض الدوريات. لكن في النهايه محمود متولي لاعب جديد في النادي الاهلي. انتظروا كمان بالمناسبه النهارده هيكون في لقاء خاص لمحمود متولي مع الكابتن اسلام الشاطر في حلقه بالليل على شاشه قناه النادي الاهلي، هتكون حلقه اكيد مميزه وتسمعوا كل الجديد بخصوص محمود متولي، واكيد تسمعوا طموحاته كمان مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله دي. هتكون حلقه كمان مهمه النهارده بالليل على شاشه قناه الاهلي. هل محمود متولي الصفقه الاخيره للنادي الاهلي؟ البعض بيتساءل، البعض بيقول ده خلاص القائمه الافريقيه هتقفل بكره، ما فيش وقت لازم ننهي صفقات وكلام من ده. احنا كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده وقلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي مركز عن طريق سياسة معينة في إتمام صفقاته. النادي الأهلي أصلاً عنده قوام جيد جداً من اللاعبين، ينقصه بعض الإضافات، بعض الإضافات دي اللي حدثت بالفعل سواء في تجديد إعارة رمضان صبحي رقم واحد، انضمام أليو ديانج لاعب خط الوسط رقم اثنين، رقم ثلاثة محمود متولي لاعب النادي الأهلي الجديد واللي بيجيد اللعب سواء كمدافع أو كلاعب وسط ملعب، يعتبر جوكر أيضاً، وتبقى ميزة كويسة جداً للمدير الفني الجديد إن يكون عندك أكثر من جوكر في الملعب، فبالتالي يكون عندك اختيارات كتيرة ممكن تلجأ ليها على مدار المباراة أو قبل المباراة وكل ما يتعلق يعني بكل المباريات. فبالتالي وارد جدا جدا ان يكون في صفقه اخرى. هل شرط ان الصفقه دي تخلص النهارده بكره كمان من ده؟ مش عارفين، ما نقدرش ناكد زي ما قلنا قبل كده ان اللعيب ده جاي او مش جاي غير لما النادي الاهلي يعلن، لان احنا جهه رسميه من الجهات الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي اللي بتعلن عن اي شيء يخص النادي الاهلي بشكل عام. لكن هي مش اخر صفقه، صفقه متولي مش اخر صفقه، ربما يكون في صفقه او اثنين كمان خلال ايام، مش شرط خالص يكون النهارده او بكره، وملهاش علاقه بموضوع القائمه الافريقيه. ليه؟ لان القائمه الافريقيه انت ممكن تضيف ليها لاعبين جدد في شهر يناير. هتقولي طب ما احنا عايزين نلحق البطوله من بدري بدري وكلام من ده، ومن الاول يبقى عندنا قوام كامل ولاعبين مميزين وكلام من ده. هيبقى عندك انت اصلا عندك لاعبين مميزين، لكن في نفس الوقت انت الفتره من دلوقتي لحد شهر يناير هتلعب ايه؟ دور ال 64 ودور ال 32، وبعد شهر يناير هتكمل البطوله وتخش في الادوار الاصعب من كده بكتير. فبالتالي ملوش لزوم التعجل في انهاء الصفقات. في صفقات تم الاتفاق والاستقرار على انتدابها، طبعا في لاعب او اثنين ممكن النادي الاهلي يكون خلاص مركز جدا ان هم دول اللي هينضموا للنادي الاهلي ان شاء الله، اكيد موجود الكلام ده، لكن التوقيت ده اللي بيحدده النادي الاهلي طبقا للسياسه الخاصه باداره التعاقدات ولجنه التخطيط للكره
وبالتنسيق طبعا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. لكن اطمنوا الامور ماشيه بشكل كويس جدا، واكيد اكيد حضراتكم شايفين ومتابعين دلوقتي سياسه الصفقات في النادي الاهلي، واخرهم انضمام محمود متولي لاعب النادي الاهلي عشان تبقى فرحه جديده بخلاف فرحه بطوله الدوري وبخلاف فرحه الفوز على نادي الزمالك بنتيجه 1-0، والفرحه الحاليه انضمام محمود متولي لاعب النادي الاهلي الجديد لصفوف الفريق. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال المرحله المقبله، وان شاء الله يضيف لفريق النادي الاهلي ويكون لاعب مؤثر في مختلف البطولات والمباريات اللي هياخدها النادي الاهلي خلال الموسم الجديد باذن الله. جزئيه اخرى عايزين نعلق عليها مع حضراتكم هو فيما يتعلق باجتماع مستر مارتين لاسيرتي مع لجنه التخطيط للكره والكابتن محمود الخطيب النهارده الصبح. كلام كتير طلع بعد الاجتماع ده، البعض قال لك ايه مستر لاسيرتي خرج من الاجتماع غاضب جدا وزعلان، والبعض قال لك الكابتن محمود الخطيب كمان خرج وزعلان وغاضب. الكلام ده غير صحيح على الاطلاق على الاطلاق، مفيش حاجه من دي حصلت. اجتماع كان جيد جدا جدا ومثمر جدا جدا، وتم الاستقرار فيه على القائمة الأفريقية اللي هيتم الإعلان عنها غدا إن شاء الله. هم 26 لاعب وفي أربع أماكن ممكن تضيفهم في شهر يناير، فبالتالي هيتم الإعلان عن القائمة الأفريقية بكرة، وتم الاستقرار بشكل كبير جدا فيما يتعلق كمان بالقائمة المحلية اللي أنت عندك لسه وقت لغاية نص شهر 9 تضيف فيها وتغير وتستبعد وكل هذه الأمور اللي ممكن النادي الأهلي يفكر فيها خلال الفترة اللي جاية. لكن الاجتماع كان جيد جدا، الاجتماع كان مثمر جدا وكان هادئ جدا جدا جدا، مفيش أي كلام ده خالص اللي ممكن يكون حضراتكم تابعتوه من خلال السوشيال ميديا وبعض المواقع. بالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ نفسه علق على هذه الجزئيه من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي، بيقول نفس الكلام اللي احنا قلناه لحضراتكم. وقال كابتن سيد ايه؟ قال لاسيرتي لم يخرج غاضبا ولن ينال احد من فرحه الاهلاويه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان ما ردده البعض بشان ترك مارتن لاسيرتي لاجتماع لجنه التخطيط للكره غاضبا صباح اليوم كلام عار تماما من الصحة، وجاء من خيال كاتب هذا الخبر. قال ان الغرض من الكلام اللي طلع ده النيل من فرحة جمهور النادي الاهلي بالفوز ببطولة الدوري، الفوز على نادي الزمالك واختام بطولة الدوري بالشكل المميز ده. قال ما فيش اي خلافات خالص، ما فيش اي حد اصلا خرج غاضب، وقال ان الاجتماع كان مثمر بشكل كبير وكان ايجابي بشكل كبير جدا، وقال ان احنا كلنا كمنظومة كروية داخل النادي الاهلي عارفين هدفنا خلال المراحل الجيدة أو المقبلة، وهنحاول بإذن الله إن احنا نحقق كل هذه الأهداف تلبية لطموحات جماهير النادي الأهلي، وفي تناغم وتواصل واضح جدا جدا وبشكل مميز جدا ما بين لجنة التخطيط للكرة كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة مستر مارتين لاسيرتي. إذا الأمور زي ما احنا بنأكدها لحضراتكم كده بشكل رسمي، مفيش الكلام ده خالص، كلام غير مطروح إطلاقا وما حصلش إطلاقا النهارده. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله لكل المنظومه الكرويه داخل النادي الاهلي بتحديد الجهاز الفني وفريق الاول لكره القدم، عشان ان شاء الله باذن الله يجيبوا لنا المزيد والمزيد من البطولات بعد تحقيق بطوله غاليه زي بطوله الدوري الممتاز. دي كانت اهم الامور اللي نتكلم فيها في بدايه الحلقه، نروح نشوف بقى اهم الكلام اللي اتكتب في الجرايد عن الاهلي النهارده، يلا بينا. الاخبار احتفاليه كبرى في الاهلي. الاهرام مكافآت إضافية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الزمالك. لاسيرتي انتصارنا مستحق على الغريم التقليدي وانتقاد البطل ليس منطقيا. الشروق لاسيرتي باقم في الأهلي. عبد الحفيظ لا يجوز السؤال عن مصير المدير الفني بعد التتويج بالدوري والفوز بالقمة. المصري اليوم بالأرقام الأهلي الأفضل في العالم، المارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج المتتالي للدوري 9 مرات وعاشور يدخل التاريخ. الأخبار سيد عبد الحفيظ يجب تدريس الأهلي في مناهج التعليم. الجمهورية الأهلي يفتح صفحة أفريقيا. الشروق بعد التتويج بالدوري ثم الفوز بالقمة الخطيب للاعبي الأهلي بطولة أفريقيا الهدف الأكبر. رئيس النادي يطالب لاسيرتي وعبد الحفيظ بتقارير مفصلة عن الفريق. الأخبار المسائي استراحة محارب، أجازة للاعبي الأهلي وخلية نحل في إدارة الكرة لحسم القائمة والصفقات.
المسا 24 لاعبا في قائمة الأهلي الإفريقية، مصير الـ 12 المستبعدين يحدده الخطيب ولاسارتي اليوم. طيب خلينا نعلق على خبر كده ونبتدي من جريدة الأخبار واللي بتقول إن هيكون في احتفالية كبرى للنادي الأهلي، طبيعي جدا وشيء بيتم التنسيق ليه خلال الأيام الحالية فيما يتعلق بالموعد المناسب لإقامة احتفالية كبرى لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد الفوز ببطولة الدوري الأصعب في التاريخ وفوز مستحق بالنسبة للنادي الأهلي. الميعاد لسه ما تحددش لكن هيكون او هتكون الاحتفاليه دي في مقر النادي الاهلي في الجزيره بالتحديد في استاد مختار التتش، وهيكون بحضور كمان الجماهير بنسبه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله، وايضا اسر اللاعبين وكل الجهاز الفني طبعا وممكن بعض اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي. كل هذه الامور ان شاء الله بيتم التنسيق ليها خلال الايام الحاليه لان فعلا لاعبي النادي الاهلي يستحقوا هذه الاحتفاليه، وكمان جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يحضر الاحتفاليه دي، اكيد يستحق الفرحه وان هو يعيش هذه الفرحه مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بعد تحقيق هذا اللقب الغالي. نروح للشروق، الشروق بتقول ايه؟ ان لاسارتي باق في الاهلي، عبد الحفيظ لا يجوز السؤال عن مصير المدير الفني بعد التتويج بالدوري والفوز بالقمه. طيب هل هو منطقي يا جماعه ان يتم الحديث بشكل كبير جدا وكتير جدا على مستر مارتين لاسارتي؟ ممكن تنتقده فنيا، وارد عادي، ما فيش حد ما بينتقدش فنيا، اي مدير فني ممكن تنتقده عادي، جوارديولا نفسه ممكن تنتقده رغم ان هو اعظم مدرب في الحقيقه، يعني مورينيو نفس الكلام، انتقادات كانت لازعه ليه في مانشستر يونايتد وكل هذه الامور. لكن في نفس الوقت لازم تقيس الامور بشكل مناسب شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مستر لاسارتي جه في وقت صعب، جه في نص الموسم كان الاهلي بعيد خالص عن المنافسه، كان بعيد خالص عن المنافسه فعلا، وكان عندك اصابات كثيره جدا، قدر الراجل ان هو يقود النادي الاهلي للفوز ببطوله الدوري نهايه، وكمان الفوز على نادي الزمالك بنتيجه 1-0 في المباراه الاخيره، وده في حد ذاته لقب او بطوله خاصه. هتقولي طب ما هو خسرنا بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال مباراه كانت صعبه قوي امام صن داونز، هقول لك وارد، بس برضو شوف الاسباب اللي ادت للخروج ده من بطوله دوري ابطال افريقيا. هل ضغط المباريات ده مش ممكن يكون تاثير؟ هل مجموعه الاصابات اللي كانت موجوده دي مش ممكن تكون شيء مؤثر وادت لخروج النادي الاهلي من بطوله دوري ابطال افريقيا وكل هذه الامور؟ طبعا كل الحاجات دي مؤثره بشكل كبير، لكن المجمل ايه؟ المجمل ان مستر مارتين لاسارتي وهو جاي في فتره صعبه قوي قوي قدر انه يجيب بطوله الدوري للنادي الاهلي. طيب المنتظر ايه من مستر لاسارتي؟ عشان نبقى منطقيين ونتكلم برده بصراحه وبمنطقيه وده شيء مهم قوي. المنتظر من مستر لاسارتي خلال الفتره الجايه ان هو يطور من اداء النادي الاهلي، وده منتظره الجماهير، وان هو يحقق المزيد من البطولات واهمهم بطوله دوري ابطال افريقيا. الكلام ده هيحصل ازاي؟ هيحصل لما نساند الجهاز الفني ونساند اللاعبين. لكن كم الانتقادات على مستر مارتين لاسارتي، حقك ان انت تنتقد، وانت بتنتقد طبعا عشان خايف على مصلحه الفريق، عادي، انت واحد من الجمهور طبيعي لازم تنتقد، ما فيهاش اي مشكله خالص، حقك يعني ما فيهاش اي حاجه. لكن في نفس الوقت ده قرار مجلس اداره، مستر مارتين لاسارتي مكمل في النادي الاهلي لان اصلا ما تمش مناقشه رحيل مستر مارتين لاسارتي. احنا واجبنا ايه؟ ان احنا ندعم ونساند الجهاز الفني بشكل كامل ونفضل وراهم، وواحده واحده باذن الله بعد فتره اعداد كانت مناسبه جدا في اسبانيا ورائعه جدا في اسبانيا، وشفنا نتائج اوليه لهذه الفتره من خلال تحقيق بطوله الدوري والفوز على نادي الزمالك، وبعد كمان الفتره اللي جايه اللي هيتخللها ماتش بتاع افريقيا مع فريق يطلع بره الذهاب والعوده، وبعدين عندك فتره هتتمرن فيها كتير وهيبقى فتره اعداد اخرى قبل انطلاق الموسم الجديد. كل هذه الامور باذن الله هتؤدي لشكل اروع وافضل من كده بكتير للنادي الاهلي تحت قياده مستر مارتين لاسارتي. تصريحات الكابتن ساج عبد الحفيظ واضحه جدا جدا من خلال جريده الشروق، ونتمنى كل التوفيق للجهاز الفني بالكامل واللاعبين خلال المرحله المقبله. لسه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي تصريحاته في الحقيقه بتبقى مميزه شويه، بيقول من خلال جريده الاخبار يجب تدريس الاهلي في مناهج التعليم. هو قصده ايه هنا كابتن سيد عبد الحفيظ؟ ممكن البعض يسخر شويه من الكلام ده، ما فيهاش حاجه يعني، قصده على اصرار النادي الاهلي وعزيمه النادي الاهلي ان احنا نعلم ابنائنا ان لازم يكون عندك عزيمه واصرار في تحقيق او في الوصول للهدف اللي انت بترغب فيه. يعني هي في الحقيقه تصريح مميز من كابتن سيد عبد الحفيظ كالعاده. يعني نروح للجمهوريه،
الأهلي يفتح صفحة إفريقيا، وهي دي سمات الفرق الكبيرة. أنت خلصت بطولة الدوري، نجحت في تحقيق اللقب بعد موسم كان صعب قوي وظروف كلكم عشتوها وعرفتوها خلال الموسم المنقضي من بطولة الدوري. الهدف الجاي بالنسبة لك إيه؟ بطولة دوري أبطال أفريقيا، هدف لا غنى عنه وتركيز كبير جدا، ونفسنا كلنا في الحقيقه النادي الاهلي يستعيد هذا اللقب ويضم لدولاب بطولاته المليء بالالقاب بعد غياب فتره تعتبر كبيره لكل جماهير النادي الاهلي. في فترات بتقعد لانديه كتير، انديه كتير بتقعد فترات اكبر من كده بكتير ما تحققش بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن بالنسبه لجمهور النادي الاهلي البطوله دي غاليه قوي. فان شاء الله هيكون في تركيز كبير قوي من الجانب الاداري والجانب الفني وكل ما يخص فريق اول لكره القدم في ايه؟ في ان احنا باذن الله ان شاء الله نحقق بطوله دوري ابطال افريقيا. هو ده الهدف اللي بيركز عليه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي تفتح صفحه افريقيا من خلال المواجهه القادمه لفريق اطلع بره اللي هتكون في شهر 8 ان شاء الله، بالتحديد يوم 11/8 يعني. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في بدايه تكون قويه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. نروح للشروق بعد التتويج بالدوري ثم الفوز بالقمه. الخطيب للاعبي الاهلي: بطوله افريقيا الهدف الاكبر، وده اللي احنا لسه كنا بناكد عليه دلوقتي، وكابتن محمود الخطيب بياكد عليه مع لاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان احنا لازم نسعد الجمهور من خلال بطوله دوري ابطال افريقيا، وان كده كده كابتن محمود الخطيب يطالب لاسارتي وعبد الحفيظ بتقرير مفصل عن الفريق، وده حصل خلاص النهارده. نروح للاخبار المسائي: استراحه محارب، أجازة للاعب الأهلي وخلية نحل في إدارة الكرة لحسم القائمة والصفقات. طبيعي بعد ما خلاص خلص الموسم الكروي وبطولة الدوري بالتحديد بفوز النادي الأهلي والمباراة الأخيرة كمان الفوز على نادي الزمالك، كان في راحة 4 أيام للاعبي النادي الأهلي، هم دلوقتي في اليوم الثاني أو الثالث من الراحة دي، وإن شاء الله هيستأنفوا تدريباتهم استعدادا لمباراة فريق اطلع بره. في نفس الوقت خلية نحل في إدارة الكرة لحسم القائمة والصفقات، ده اللي احنا اتكلمنا فيه أيضا، وإن خلاص تم الاستقرار بشكل كبير جدا على القائمة الأفريقية واللي هيتم الإعلان عنها بكرة، وهم عبارة عن 26 لاعب، وكمان تم الاستقرار على القائمة المحلية بشكل كبير جدا من خلال الاجتماعات اليوم بالنادي الأهلي بالجزيرة. نروح للمسا. المسا ما كانتش لحقت الخبر بتاع النهارده طبعا، فبالتالي بتقول 24 لاعب في قائمه الاهلي الافريقيه، هم خلاص 26 مش 24 لاعب، وبيتكلموا في مصير ال 12 المستبعدين اللي هيتم تحديد مصيرهم من خلال الكابتن محمود الخطيب ولاسارتي في اجتماع اليوم، وكل هذه الامور خلاص تم تحديدها وهيتم الاعلان عنها في وقت لاحق من قبل النادي الاهلي. طيب دي كانت اهم اخبار الاهلي في الصحف، ايه اللي اتكتب عن النادي الاهلي في المواقع؟ خلينا نروح نشوف. الموقع الرسمي للأهلي: محمود متولي ينضم للأهلي رسميا. الموقع الرسمي للأهلي: 26 لاعبا في قائمة الأهلي الأفريقية. في الجول: أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي. يلا كورة عبد الحفيظ: اجتماعات مكثفة لحسم قائمة الأهلي الأفريقية. اليوم السابع: الأهلي يحتفل بالدوري في التتش بعد العودة من الأجازة. فيتو: سعد سمير يبدأ برنامجه التأهيلي بعد عودته من ألمانيا. 1-3: إكرامي وندفيد يواصلان التأهيل في الأهلي. الشروق: محمد محمود يبدأ تدريبات الكرة في مران الأهلي. البوابة سبورت: محمد الشناوي عاد لينتقم. في الجول: ربيعة يتحدث عن 50% يتمنى تنفيذها لجماهير الأهلي وحوار لا ينساه مع الخطيب. الشروق: أبو النصر سلة الأهلي تنافس على كل البطولات بقوة الموسم المقبل. طيب زي ما قلنا لحضراتكم، خلاص الموقع الرسمي النادي الاهلي اعلن النهارده الصبح تقريبا الساعه 11 الصبح كده، اعلن على انضمام محمود متولي بشكل رسمي للنادي الاهلي، صفقه جديده تضاف للصفقات اللي اتمها النادي الاهلي في هذه فتره الانتقالات الصيفيه بعد انضمام رمضان صبحي واليو ديانج واخرهم متولي وليس اخرهم.
يعني حتى الان هو اخر صفقه للنادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيقول 26 لاعبا في قائمه الاهلي الافريقيه، وده احنا علقنا عليه خلاص، وتم الاستقرار على هذه القائمه الافريقيه من خلال اجتماع اليوم ما بين لجنه التخطيط للكره والكابتن محمود الخطيب وايضا الجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارتي. نروح لفي الجول، في الجول بتقول ايه؟ بتقول أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي. على حسب تصريحات كابتن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي واللي بيعمل مجهود كبير جدا في الحقيقة خلال الفترة الحالية، خلال تصريحاته مع في الجول قال النادي الأهلي خلص الصفقة ب 15 مليون جنيه، منهم 10 مليون تم دفعهم خلاص و5 مليون هيكونوا على أقساط، وفي الحقيقة السعر كويس، سعر كويس جدا، مفيش الاسعار دي دلوقتي. انت خلصت لعيب بحجم محمود متولي، لعيب بيجيد في اكتر من مركز بالسعر ده، وكمان دفعت 10 مليون ولسه 5 مليون على حسب طبعا التصريحات اللي اتقالت في الجول، فاعتقد ان ده شيء مميز جدا ومجهودات كبيره جدا جدا بيقوم بها امير توفيق مدير اداره التعاقدات بالنادي الاهلي. نروح لليوم السابع، وبتقول ان الاهلي يحتفل بالدوري في التتش بعد العوده من الاجازه. لسه الميعاد ما تحددش بشكل رسمي زي ما قلت لحضراتكم، اول ما يتم الاعلان على الموعد لسه النادي بيشوف التوقيت المناسب للاحتفال في تيتش هيكون امتى، لان انت داخل على مرحله مهمه قوي، داخل على بطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه خلاص قربت بتاعه فريق يطلع بره، فلازم تجهز لها بشكل كويس. هم هيشوفوا الوقت الانسب سواء قبل المباراه دي او بعد عوده اللاعبين من الاجازه او بعد هذه المباراه، لسه الامور دي بيتم التنسيق ليها خلال الفتره الحاليه. نروح لفيتو واخبار المصابين. سعد سمير يبدا برنامجه التاهيلي بعد عودته من المانيا. سعد سمير رجع يوم السبت اللي فات من المانيا بعد فتره كان بيقضيها هناك بيعمل فيها بعض التدريبات العلاجيه وبعض التدريبات التاهيليه، بالتالي ليه برنامج خاص بيأديه دلوقتي في استاد مختار التتش كل يوم الصبح تقريبا، تدريبات مهمه جدا بالنسبه لسعد سمير، وكمان النهارده كان عنده بعض التدريبات الكره. احنا عارفين سعد سمير كان عنده اصابه في الركبه، غاب فتره كبيره جدا، لعيب مهم ان شاء الله نتمنى له ان هو يعود سريعا لصفوف النادي الاهلي. اعتقد سعد سمير بالظبط كده ناقص له 3 اسابيع وينضم للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، اي لعيب انت محتاجه فعلا خلال الفتره الجايه، عشان طبيعي جدا النادي الاهلي بينافس على كل البطولات سواء المحليه او الافريقيه، ان شاء الله نتمنى ان الفريق يقدر يحقق كافه هذه البطولات. نروح كمان لوان 3 لسه مستمرين مع اخبار المصابين فيما يتعلق بشريف اكرامي وكريم ميدفيد، ان هم بيواصلوا تاهيل في النادي الاهلي. شريف اكرامي اعتقد ان هو ممكن ينضم لتدريبات النادي الاهلي بعد مباراه الذهاب مع فريق اطلع بره، وبالتالي بعديها مباشره هيكون جهز شريف اكرامي ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا مع النادي الاهلي، بالتحديد تدريبات حراس المرمى مع الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. كريم ندفد لسه محتاج المزيد من الوقت بعد اجراء جراحه الغضروف، ان شاء الله قريبا برده كريم ندفد ممكن يرجع، لكن هو اخر واحد اعتقد في اللاعبين الموجودين المصابين حاليا في النادي الاهلي اللي ممكن يرجع، نتمنى له الشفاء سريعا وينضم لتدريبات النادي الاهلي. بالتالي خبر اخر سعيد فيما يتعلق بالمصابين، الخبر بيقول ايه؟ من جريده الشروق، محمد محمود يبدا تدريبات الكره في مران الاهلي. ما تنسوش يا جماعه محمد محمود ده صفقه جديده للنادي الاهلي، احنا جبناه في يناير بس للاسف الشديد تعرض لاصابه بقطع في الرباط الصليبي في ثاني مباراه ليه على طول، ولعب بعض الدقائق في مباراه بيراميدز لو تفتكروا، وبعد كده لعب مباراه سموحه من البدايه، للاسف جاله قطع في الرباط الصليبي في الشوط الاول، وبالتالي للاسف الشديد غاب فتره كبيره دلوقتي 7 أو 8 شهور. لكن الخبر الجيد والسعيد جدا النهارده محمد محمود بدا تدريبات الكره، بعد تدريبات الكره يعني مش بشكل كامل طبعا يعني، لكن هو في برنامج خاص بيه تاهيلي مهم جدا، علاجي وتاهيلي، وبعدين هيتم تاهيله بشكل اكبر للمشاركه في التدريبات الجماعيه. قدامه قد ايه؟ تقريبا شهر بالكثير وينضم محمد محمود للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، وهيبقى اضافه كبيره جدا جدا ومميزه جدا لوسط ملعب النادي الاهلي خلال الموسم الجديد. البوابه سبورت، محمد الشناوي عاد لينتقم. في الحقيقه محمد الشناوي واجه بعض الانتقادات الكبيره على مدار الموسم، ممكن في بعض الاحيان مستواه كان بيقل شويه بيرتفع شويه، لكن الفتره الاخيره في الحقيقه في استقرار واضح جدا جدا وتالق واضح جدا جدا في مستوى محمد الشناوي، سواء مع منتخب مصر ادى بشكل كبير واحد ابرز لاعبي المنتخب في الحقيقه اللي خرجوا للاسف من دور ال 16 كان ابرزه محمد الشناوي، وبرده عشان نبقى منطقيين وصرح يعني كان معاه كمان طارق حامد، فبالتالي ثبات المستوى اتكرر بالنسبه لمحمد الشناوي واستمر
خلال مباراتي المقاولون ونادي الزمالك، وتحديد مباراة نادي الزمالك تألق فيها بشكل ملفت جدا. فبوابة سبورت بيقول ان هو عادل ينتقم يعني ويثبت نفسه ويرد على كل المشككين فيه. لعيب كبير محمد الشناوي، وهو وشريف اكرامي وعلي لطفي اكيد مميزين جدا واضافه كبيره جدا لحراسه مرمى النادي الاهلي، وعندنا لاعبين كمان شباب في حراسه المرمى سواء مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان كمان حراس مميزين جدا. نروح للشروق، ابو النصر بيقول سله الاهلي تنافس على كل البطولات بقوه الموسم المقبل. محمد ابو النصر لاعب سله النادي الاهلي رجال قال ان احنا الموسم اللي فات واجهنا صعوبات كبيره جدا وكان موسم صعب شويه بالنسبه لنا، لكن احنا مركزين مع الكابتن اشرف توفيق المدير الفني لرجال كره السله بالنادي الاهلي على اننا نعمل موسم قوي جدا الموسم القادم وننافس على كل البطولات، واحنا جاهزين فعلا للمنافسه على كل البطولات. نتمنى لهم كل التوفيق سواء محمد ابو النصر وزملائه وكمان الكابتن اشرف توفيق، ان شاء الله ان هم يعملوا لنا موسم جيد ويحققوا لنا كافه البطولات اللي هيشاركوا فيها، وعندهم او عندنا احنا ثقه كبيره جدا فيهم ان شاء الله. طيب دي كانت ابرز اخبار النادي الاهلي سواء في الجرايد او كمان في المواقع، اهم الاخبار المحليه والعالميه ايه؟ خلينا نروح نشوف. اليوم السابع، اتحاد الكره يتسلم 78 طلبا لعقد جمعيه عموميه طارئه لتعديل اللائحه. يلا كوره، مصدر لجنه خماسيه لاداره اتحاد الكره وفضل مشرفا على المنتخب. سوبر كورة، اتحاد الكرة يحسم تصميم درع جديد للدوري الجديد وآخر لكأس مصر. فيتو، جمال الغندور يقترب من رئاسة لجنة الحكام. كورة، الشامي يقترب من رئاسة رابطة المحترفين بالدوري المصري. اليوم السابع، شوقي غريب يعلن وديات المنتخب الأولمبي في سبتمبر الأسبوع المقبل. بوابة الأهرام، مصر تشارك في 24 لعبة بدورة الألعاب الإفريقية. بوابة الأخبار، بوجبا يهدد حلم محمد صلاح في الانتقال لريال مدريد. الشروق، تطور جديد يقرب نيمار من العودة إلى برشلونة. في الجول، مورينيو رفضت عدة عروض انتظارا لفرصة مناسبة وأتمنى التواجد بالمونديال يوما ما. الدستور، مانيه يتكفل ببناء مستشفى ومدرسة في مسقط رأسه. سكاي نيوز، بعد عام رونالدو يكشف سبب الرحيل عن ريال مدريد. سبورت 360، التحفظ على ممتلكات رونالدينو وحرمانه من السفر. اس عربي، بايرن ميونخ يؤخر نشر صورته الرسميه في انتظار وصول ليروي ساني. يلا كوره، بسبب عنصريته تجاه ستيرلينج تشيلسي يحرم مشجع من دخوله ملعبه مدى الحياه. بطولات، رسميا باريس سان جيرمان يتعاقد مع سادس صفقاته الصيفية. طيب اخبار محليه كتير وكمان اخبار عالميه، خلينا نبتدي بالاخبار المحليه من اليوم السابع واللي بتقول ان اتحاد الكره يتسلم 78 طلبا لعقد جمعيه عموميه طارئه لتعديل اللائحه. لائحه الاتحاد المصري لكره القدم بتقول ايه؟ بتقول ان ممكن 56 نادي عضو في الجمعيه العموميه تقدم بطلب لتعديل اللائحه، المره دي جالهم طلب رسمي او طلبات رسميه من خلال 78 نادي عضو في الجمعيه العموميه لتعديل لائحه اتحاد الكره. فبالتالي هنشوف الامور هتمشي ازاي، وده طبعا عشان يعملوا جمعيه عموميه طارئه لتعديل اللائحه، هتبقى جمعيه عموميه غير عاديه. واكيد هم عندهم بعض التعليقات على بعض البنود اللي هم عايزين يعدلوها في اللائحه، المفروض باذن الله ان ده يكون في صالح الكره المصريه، نتمنى اي حاجه في صالح الكره المصريه يقدروا ان هم يعدلوها وينفذوها خلال المرحله اللي جايه. نروح ليلا كوره، بتقول مصدر لجنه خماسيه لاداره اتحاد الكره وفضل مشرفا على المنتخب. الامور ماشيه ازاي لحد دلوقتي؟
على حسب الكلام المكتوب في يلا كورة ان في لجنة من الفيفا هتزور مصر خلال الاسبوع القادم علشان تقف على اوضاع الكرة المصرية بتحديد اتحاد الكرة وايه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية، وقد يكون هناك موافقة لتكوين لجنة خماسية مع طبعا اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره والقائم باعمال مدير اعمال اتحاد الكره خلال الفتره الحاليه. اللجنه الخماسيه دي مرشح ليها كابتن محمد فضل، زكريا ناصف، كابتن زكريا ناصف واحمد عبد الله، بالاضافه لعنصر نسائي. هنشوف الامور هتمشي ازاي في هذه القصه بالتحديد، ومن المنتظر ان يكون في زياره زي ما قلت لحضراتكم من وفد من الفيفا لمصر ان شاء الله عشان يشوفوا كل الاوضاع الخاصه بالاتحاد المصري لكره القدم ومدى قانونيه بعض القرارات التي قد يتخذوها للاتحاد المصري لكره القدم. نروح لفيتو جمال الغندور يقترب من رئاسه لجنه الحكام. احنا عارفين ان الكابتن عصام الفتاح عضو اتحاد الكره السابق هو كان رئيس لجنة الحكام كمان، فبالتالي تم تصفية كل اللجان في اتحاد الكرة أو تم تقديم استقالاتهم بشكل كامل فيما عدا طبعا الحاج عامر حسين تم تجديد الثقة فيه. فبالتالي اللي بيدير دلوقتي لجنة الحكام هو كابتن وجيه أحمد لفترة مؤقتة، بيسير من خلال هذه الفترة أعمال لجنة الحكام، لكن مرشح بقوة واللي بيقترب على حسب الخبر من فيتو هو كابتن جمال الغندور الحكم الدولي السابق الشهير. نروح لليوم السابع، شوقي غريب يعلن وديات المنتخب الاولمبي في سبتمبر المقبل. وكابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني للمنتخب الاولمبي، عندهم بطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في مصر ان شاء الله في شهر 10، ودي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. نتمنى لهم كل التوفيق، هيكون عدد من الوديات اللي هتاهله ان شاء الله للمرحله الجايه، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في البطوله نفسها وفي التاهل اكيد ان شاء الله. لو كسبت البطوله تتاهل مباشره لأولمبياد طوكيو، وده بيبقى حدث مهم جدا بينتظره كل العالم. يعني نروح لفين؟ نروح لبوابة الأخبار بقى وبعض الأخبار العالمية. بوجبا يهدد حلم محمد صلاح في الانتقال لريال مدريد. احنا عارفين ان في ريال مدريد، اللي متابع ريال مدريد وبيحب ريال مدريد يعني عارف، وانا منهم بصراحة، ان اسينسيو للأسف الشديد جاله قطع في الرباط الصليبي في المباراة الودية قبل الأخيرة او الأخيرة بالتحديد، لا قبل اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد خسر ريال مدريد 7-3، كانت نتيجه كبيره. المباراه اللي قبلها يعني المباراه الوديه، اسينسيو جاله قطع في الرباط الصليبي، بالاضافه لاقتراب رحيل جاريث بيل، كان قرب يروح الصين خلاص لكن الصفقه تم ايقافها. فبالتالي كان الاتهادات كلها والكلام كله ان لازم ريال مدريد هيعوض في المكان ده اللي هو الوينج رايت لعيب يكون متواجد في المكان ده بعد اصابه اسينسيو وجاريث بيل، فالاتجاهات كلها راحت لمحمد صلاح. لكن واضح من خلال الخبر ده ان زين الدين زيدان المدير الفني ريال مدريد مركز بشكل كبير جدا على ضروره التعاقد مع بول بوجبا، نجم طبعا مانشستر يونايتد ونجم يوفنتوس السابق. هو شايف ان هو محتاج لبوجبا بشكل اكبر، هو مش ممانع طبعا التعاقد مع محمد صلاح، لكن بيقول الافضليه دلوقتي لبول بوجبا. فاعتقد من خلال الخبر المكتوب كده ان بوجبا خلاص قرب، واعتقد كمان ريال مدريد منتظره ان جاريث بيل يرحل بشكل رسمي عشان يقدروا ان هم يتعاقدوا مع بول بوجبا، وهيبقى صفقه اكيد قويه جدا لريال مدريد. ونتمنى طبعا نجمنا المصري محمد صلاح كل التوفيق في ليفربول، سواء بقى في ليفربول او راح كمان لريال مدريد. نروح للشروق، تطور جديد يقرب نيمار من العوده الى برشلونه. احنا عارفين ان خلاص يعني اعتقد قرب جدا نيمار ان هو يرجع برشلونه بعد ما سابهم من سنتين، فبالتالي مفاوضات جاريه خلال اللحظات دي او خلال الايام الحاليه على او حول امكانيه انضمام نيمار لبرشلونه من جديد. باريس سان جيرمان كانت طلبت في البدايه 300 مليون يورو، وده رقم كبير جدا. هو كان راح باريس سان جيرمان اصلا من خلال دفع الشرط الجزائي كان 222 مليون يورو. فالمفاوضات من خلال المفاوضات اللي بتتم ما بينهم يعني اداره برشلونه وباريس سان جيرمان، تم الاستقرار ان ممكن 180 مليون يورو يكونوا كافيين لانضمام نيمار من جديد لبرشلونه، ومش هيتخلل كمان الصفقه دي اي لاعبين من برشلونه. هنشوف الايام القادمه الامور هتستقر فين لنيمار، واكيد لاعب كبير جدا جدا، بس هو يعني بيعطل نفسه بشكل كبير يعني. طيب نروح في الجول، مورينيو
رفضت عدة عروض انتظارا لفرصة مناسبة، واتمنى التواجد بالمونديال يوما ما. احنا عارفين ان مورينيو طبعا اخر محطة ليه كانت محطة مانشستر يونايتد، وما نجحش فيها بنسبة كبيرة قوي، وقدر ان هو يجيب لهم اليوروبا ليج بس يعني، لكن في نفس الوقت الاداء كان سيء جدا وما قدرش ان هو ينافس على بطولة الدوري في اي موسم من المواسم اللي قاد فيها مانشستر يونايتد بشكل قوي، فبالتالي تم اتخاذ رحيله او قرار رحيله. وبعد كده جه سولشير، لكن في نفس الوقت مورينيو نفسه متأني في الخطوة القادمة، جاي له عروض كتير ومنهم عرض من الصين كان خرافي في الحقيقة، لكن هو رفض وبيتمنى أو منتظر فرصة تكون مناسبة لتحقيق أهدافه وأحلامه واستراتيجيته مع فريق يكون جديد. وكمان بيقول إن هو يتمنى يوما ما إن هو يقود منتخب في بطولة كأس العالم والبطولة الأكبر على الإطلاق بكل تأكيد. طيب آس عربي بتقول إيه؟ بتقول إن بايرن ميونخ يؤخر نشر صورته الرسميه في انتظار وصول ليروي ساني. بيبقى في صور رسميه للانديه كده قبل يعني انطلاق كل موسم، هم في مفاوضات مع مانشستر سيتي لانضمام ليروي ساني، طبعا احد الاجنحه المميزه جدا في اوروبا، يعني في الحقيقه لعيب مميز جدا ولسه صغير في السن، لعيب جامد يعني. هم طبعا عايزين يعوضوا رحيل او اعتزال روبن ورحيل ريبيري، فبالتالي الخيار بالنسبه لهم الاهم هو ليروي ساني. المفاوضات في تقدم مستمر وقريبا ممكن يتم الاعلان عن انضمام ليروي ساني لبايرن ميونخ. هم منتظرين انضمامه عشان يعلنوا على الصوره الرسميه لبايرن ميونخ للموسم الجديد. طيب يلا كوره بتقول، وده خبر مهم في الحقيقه، بسبب عنصريه تجاه ستيرلينج تشيلسي يحرم مشجع من دخول ملعبه مدى الحياة. بصوا يا جماعة العقوبة عاملة ازاي، واحد يعني قال هتافات عنصرية على رحيم ستيرلينج طبعا نجم مانشستر سيتي ده في الموسم الماضي المنقضي ده، فإدارة تشيلسي نفسها حققت في الموضوع ووصلت للشخص اللي عمل كده المتسبب في كده، وخدوا قرار ان الراجل ده ما يخشش الملعب مدى الحياة. القوة في القرار، وان في امور لازم يتم حسمها بشكل كامل عشان ما تتكررش، هو ده اللي بيحصل من خلال قرار اداره تشيلسي منع هذا المشجع. نفسي بقى ان احنا ينطبق عندنا في مصر هذه الامور، لما حد يغلط يتعاقب اشد العقاب عشان غيره ما يعملش نفس الخطا. ده شيء مهم قوي عشان الامور تمشي بشكل كويس، وعشان نلاقي الجماهير دايما في المدرجات بالشكل المطلوب، وعشان نتمتع بشكل اكبر في تواجد الجماهير، لان الكره من غير جمهور طبعا حاجة صعبة جدا جدا جدا، لكن القوة في الحسم وفي اتخاذ القرارات ده شيء مهم ومطلوب من كل المسؤولين عن الكرة المصرية، فبالتالي ده كان خبر مهم أيضا. طيب دي كانت بعض الأخبار العالمية وبعض الأخبار المحلية كمان، هنروح لفاصل، بعد الفاصل هينضم لنا الأستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريدة الشروق، وهنتكلم في ملفات عديدة جدا سواء محليا أو عالميا، استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق. استاذ محمود منورنا. اهلا بك امير، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عندنا امور كثيره في الحقيقه عايزين نتكلم فيها، خلينا نبتدي بحسم النادي الاهلي لبطوله الدوري والمرحله الاخيره بالتحديد الامطار الاخيره في بطوله الدوري اللي قدر النادي الاهلي من خلالها ان هو يحسم البطوله، سواء الفوز على نادي المقاولين وحسم اللقب، وكمان اكمال الفرحه بالفوز على نادي الزمالك. شفت الفتره اللي فاتت دي ازاي؟ هو طبعا بطوله الدوري السنه دي كاهلي الاعتبارات كتيره، الموسم كان بادئ زي ما يكون في عاصفه شديده جت على فريق النادي الاهلي. تمام. خلينا نعترف ان الاستعداد من بدايه الموسم ما كانش على المستوى القوي، اكتفاء بصفقتين بس كان سليف كوليبالي واحمد علاء. كان في طبعا ضغط مباريات كبير جدا، انت طالع بعد موسم كاس عالم شاركت ووصلت لنهائي افريقيا، تعرضت لصدمه كبيره، خساره ضد الترجي، طبعا ده كان اللقب الاهم بالنسبه للنادي الاهلي ولقب دوري الابطال ان هو غايب بقاله فتره كبيره. لضم معاك موسم جديد، انت دخلت الدور الثاني او من بدايه 2019 يعتبر الاهلي كون فريق جديد، صفقات كتيره في فتره انتقالات الشتويه كان الفريق محتاجها بشكل كبير، ميزانيه ضخمه خصصتها اداره النادي ودعم كبير، جهاز فني جديد تعاقب على الفريق، ثلاث مدربين الموسم ده، برضه فقت على كابوس تاني خروج من دوري ابطال افريقيا بسيناريو صعب ضد سان داونز، فطبعا كل دي هزات نفسيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، لكن مع ذلك الفريق ركز في هدفه ان هو يحقق بطوله الدوري، ان هو كان بالنسبه له بقى صعب بعد الدعم الكبير من اداره النادي للفريق بمدربين او بلاعبين او من ميزانيات مفتوحه وفي الاخر ما تخرجش ببطوله، فاعتقد ان كان بطوله الدوري كانت تعتبر هي الاهم
للاهلي هذا الموسم، خاصه بعد الخروج من دوري ابطال افريقيا وخساره النهائي، وكنت خسران قبل نهائي تاني مع احلال وتجديد الفريق، فكانت الامور كلها صعبه. انت كانك بتستعد لموسم جوه موسم فعلا. ثم تيجي لك كاس افريقيا، استضافه مصر كاس الامم، غيرت برضو ملامح بطوله الدوري وغيرت الهيكله بتاع تنظيم المسابقه، وانك بتكمل البطوله بعدها بعد بطوله كاس الامم بدوافع جديده، بفتره راحه، باستعداد الفريق. سافر في معسكر اسبانيا وشفنا نادي الزمالك راح برضو قبرص، لكن كان النادي الاهلي كان محتاج نقطه واحده، وكان حس النتائج، وخاصه بعد الخروج من دوري الابطال تحس ان هو تحرر، الفريق تحرر فعلا. بنسبه كبيره كان في كم اصابات كبيره جدا، برضو انك تجيب عناصر جديده تتاقلم مع القديمه برضو بتيجي بتاخد وقت، مدرب لاول مره يشتغل في قاره افريقيا عموما، وشعبيه النادي الاهلي بتوصل له تدريجيا، ان هو التعثر في مباراه واحده مش مقبول، فما بالك انك بتتعثر في بطوله وبتخرج من بطوله كبيره بسيناريو كارثي يعني. فاعتقد ان كانت بطوله الدوري كانت مهمه جدا للنادي الاهلي، العامل النفسي كان مهم فيها بدرجه كبيره. الفريق الاهلي تعرض لضغوط نفسيه كبيره جدا السنه دي، تعرض لضغط اعلامي شديد جدا، كان في منافسه برضو قويه، خلينا نعترف من نادي الزمالك وبيراميدز، كانت منافسه قويه جدا ومنافسه شرسه، سواء في على مستوى الملعب او خارج حدود الملعب. بتشوف دلوقتي بنفسك فريقين على الفوز بصفقات اهم صفقات الدوري المصري، بتشوف فرقتين بيستعينوا بمحترفين على اعلى مستوى، عناصر دوليه، ودي تعتبر من مكاسب الموسم ده، ان احنا شفنا يعني الصفقات بقت عناصر دوليه كويسه. كنا الاول بنسمع عن لعيبه افارقه ما حدش يسمع عنهم، لكن المنافسه كانت قويه جدا. النادي الاهلي تجاوز صعوبات كتيره جدا، وفي الاخر اعتقد ان هو بطل الدوري هو راح لمن يستحقه، رغم ان نادي الزمالك تفوق لفترات طويله، لكن هي الاهلي يستحق. طبعا هو بص في عرف دائم يا امير، مفيش بطل دوري يكسب بالحظ، يعني انت ممكن تكسب بطوله كاس بالحظ، ممكن تكسب بطوله افريقيا نفسها بالحظ. ليه؟ لان هي بطوله بتعتمد على ادوار اقصائيه، حالتك في مباراه واحده ممكن تفوقك، وحالت وفي مباراه ثانيه ممكن تضيع، يعني ممكن انت تتاهل من خلال ضربات الجزاء مثلا وفي بعض الاوقات يعني هو كان مين يتخيل النادي الاهلي يتغلب 5-0 من سان داونز؟ دي حاله مباراه دمرت لك موسم افريقي بحاله. لكن انت في دوري، لا، الدوري ده بيعتمد على نفس طويل، بيعتمد على تجهيز، بيعتمد على تفوق، بتقع شويه وبتتماسك لفترات ثانيه، لكن كان في شويه ضغوط اعلاميه او ضغوط بالتصريحات، كانت حرب تصريحات من جميع الاطراف، لكن في النهايه انتصر اللي كان اكثر خبره، صاحب النفس الاطول، الاكثر تركيزا والاكثر هدوءا. واعتقد ان النادي الاهلي في النهايه هو فعلا من يستحق اللقب، حتى ان لم يكن الفريق قدم افضل مستوياته الموسم ده. ابرز ما ميز النادي الاهلي في مباراتي المقاولين والزمالك من وجهه نظرك؟ التركيز على الهدف. انا جاي يعني مباراه المقاولين كانت تعتبر كانها مباراه نهائيه، تكسب البطوله خاصه بعد تعثر نادي الزمالك ضد جونه بالتعادل، تكسب المباراه خلاص حسمت اللقب، بقت مباراه نهائيه، بقت مباراه المقاولين مباراه نهائيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، مباراه الزمالك كانت فيها دوافع كتير جدا للفريقين. فريق الزمالك طبعا بعد خساره اللقب كان يهمه ان هو يفسد فرحه الاهلي بالدوري، وفي نفس الوقت النادي الاهلي برضو كان بيحاول ان هو ياكد تفوقه، وان هو على منافسه التقليدي، المنافس اللي هو تصدر البطوله معظم الوقت، لوجود برضو مؤجلات كتيره للنادي الاهلي وتعثره في جولات سابقه. فكان التركيز والاصرار كان عامل مهم جدا لحسم اخر مباراتين لفريق الاهلي. ده شيء كان مهم، ابرز العناصر في النادي الاهلي اللي لفتت نظرك وعلى مدار الموسم. يعني الكلام ده من دلوقتي على علي معلول ان هو ابرز عنصر في الكره المصريه خلال الموسم اللي فات، كلام على عوده حسين الشحات لمستواه، رامي ربيعه وعودته كمان من فتره كان بعيد فيها جدا لكن بيعود لمستواه دقائق اكتر، عندك كمان حمدي فتحي لاعب مؤثر جدا في نص الملعب. انت رايك ايه في العناصر اللي بيتم تداول اسمائهم خلال الفتره دي؟ والله يا امير انا مقسم الموسم برضو، الموسم انت عندك الموسم الاخير ده استمر حوالي سنه، انا مقسمه لجزئين. الجزء الاول كان يتحمله وليد سليمان بالكامل، يعني وليد سليمان ادى دور رائع جدا مع باتيس كارترون المدرب السابق ومع كابتن محمد يوسف برضو الفتره. كان النص الاول من الموسم كان وليد سليمان فقط هو النجم الاوحد للنادي الاهلي، وكان ساهم بنسبه كبيره في تاهل الفريق لنهائي دوري الابطال. طب نكمل الجزئيه دي، بس خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل ونشوف مين افضل لاعب في الموسم من وجهه نظر محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق، بعد الفاصل.
كنا بنتكلم على افضل لاعب في الموسم، وقلت لي ان وليد سليمان في الجزء الاول الموسم كان ماشي كويس جدا، وقسمت انت الموسم للمراحل. فكمل افضل لاعب من وجهه نظرك. احنا كنا بنقول يا امير اللي هو وليد سليمان، طبعا تاهل الاهلي لنهائي دوري الابطال في 2018 كان البطل الاوحد ليه طبعا هو وليد سليمان طبعاً. يعني كان مجهود غير طبيعي، يعني شايل الفرقه لوحده. النص الثاني طبعا مع التدعيمات شايف، ومع تعافي علي معلول من اصابه. برضو علي معلول كان النص الاولاني الموسم كان مصاب، فعلي معلول هداف الفريق، ترجم مجهوده بشكل كبير جدا، حسم ماتشات كتيره باهدافه. ماتش الاتحاد السكندري كان برضو كان هدف وقت متاخر حسم الفوز للنادي الاهلي، طلع الجيش كان برضو رغم ان هو اضاع ركله جزاء في نفس المباراه تقريبا، مباراه المقاولين برضو هو اللي فتح سجل اهداف، مباراه الزمالك الاخيره وهو سجل هدف الفوز. فاعتقد ان هو انت لو حسبتها علي معلول باهدافه مثلا مدي الاهلي حوالي 9 ل 12 نقطه صح. طبعا 9 12 نقطه والنادي الاهلي متفوق بفارق 8 نقاط عن الزمالك، فليه دور كبير جدا في الحسم. شايف برضو ان رمضان صبحي من العناصر ان اضافت كتير جدا لفعاليه الجزء الامامي للنادي الاهلي، يعني يعاب عليه او ينقصه شويه امور فنيه. ممكن نقول رمضان محتاج ان هو يكون اناني شويه في بعض المواقف، ان هو يبقى فعال على الجون بشكل اكتر، ما يميلش للمراوغات بشكل كبير. هو بيصنع فرص كتير جدا، عامل جبهه مع علي معلول، وشايف ان نجاح علي معلول بنسبه كبيره جدا لوجود رمضان صبحي بجنبه. رمضان صبحي لعيب صغير حيوي، قوة جسدية كبيرة جدا، ينقصه بس بعض الأمور الفنية دي. طبعا دي شغل المدير الفني للفريق. رمضان المفروض يكون فعال أكتر من كده، لأن برضو نخلي بالنا إن كل لاعب دلوقتي في نادي الأهلي لازم يعني يدرك إن هو الجمهور بقى بيقيم على حسب السعر. ده رمضان اللي جايب مقابل قد كذا، يبقى كل لمسة محسوبة عليه. كذلك الأمر بالنسبة لحسين الشحات. حسين الشحات برضو فترات، حسين الشحات لاعب مميز جدا جدا، بس هو طبعا مضغوط بما يقال عليه وسعره والكلام ده كله. لكن هو مع الوقت أعتقد إن هو أول ست شهور دي تعتبر زي فترة معايشة لحسين الشحات، جرب شوية من الضغوط. أعتقد الموسم اللي جاي مع الدنيا تكون أكثر هدوءا، مع مكسب بطوله الدوري هيديك ثقه، انك كسبت بطوله برضو بتديك ثقه، اعتقد ان هو مستواه هيبقى افضل ان شاء الله. ممكن يكون ابتدى يرجع للمستوى من خلال المباراه المقاولين، شفناه تالق وجاب هدفين مميزين منهم هدف كان اكثر من رائع. هو حسين الشحات لا، وفي مباريات ثانيه، مباراه المقصه برضو حسين الشحات هو اللي فتح اهداف المباراه بالظبط. لا ليه مساهمات كتيره جدا، بس هو زي ما بقول لك حسين برضو نقله من النادي الاهلي نقله كبيره، برضو جاي موسم صعب جدا يعني، ف لازم هو يتحمل الضغوط. انت دلوقتي اللعب الاهلي والزمالك حاجه مش سهله، رغم ان يعني اقامه معظم المباريات بدون حضور جماهيري، لكن السوشيال ميديا اعتقد ان هي تاثيرها اقوى بكتير جدا من المدرجات. يعني دلوقتي انت اللعيب زي انت المشجع بقى بيوصل لبيت اللعيب، وانا قاعد على الموبايل بشوف كل حاجه الجمهور، كل واحد بيقول عليا ايه، بيتريق عليا ازاي، او بيشيل بيا ازاي، او بيرفعني للسما في بعض الاوقات، وبينزلني لسبع ارض في اوقات ثانيه. طيب برده من ضمن اللاعبين اللي تألقوا بشكل كبير في المباراتين سواء المقاولين او الزمالك، حمدي فتحي، مدى تأثير حمدي فتحي على خط وسط النادي الاهلي من وجهة نظرك؟ حمدي برضو من العناصر اللي كان عليها كلام كتير جدا ايام كان في دمنهور، يعني ناس كتير تنبأت ليه ان هو لعيب مميز جدا في نادي انبي، حتى في النص الاول من الموسم عمل اداء كويس جدا، سجل اكتر من هدف لانبي. حمدي فتحي فيه ميزه كويسه جدا ان هو لعيب دفاعي كويس جدا، وفي نفس الوقت هو فعال، يعني بيتقدم على المرمى، بيسجل، ثبت اقدامه بشكل كبير جدا، حجز مكان بينافس لعيب ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي وحسام عاشور. فلما لعيب ينافس حسام عاشور ويفرض نفسه، لا اعتقد يبقى هو لعيب كبير وامكانياته الفنيه كبيره، ومع الوقت برضه هيزيد خبرات. الخبرات لازم دي نحط تحتها مليون خط، الخبرات مع الضغوط هتعلي اللعيب تدريجيا. اعتقد ان هو برضه من ابرز الصفقات اللي هو اتمها النادي الاهلي في يناير اللي فات، فهو لعيب كويس ومستقبل مبشر جدا. وزي ما بقول لك اللعيب الوسط عندنا في مصر ينقصه بعض الفعاليه، وهو حمدي فتحي عنده لا الفعاليه اللي على المرمى، بيسجل اهداف كتير، شفناها تقريبا سجل النادي الاهلي حوالي 3 او 4 اهداف تقريبا في اكتر من مباراه. لكن هو لعيب فعال، وفي نفس الوقت بيتميز باجاده المهام الدفاعيه، ودي حاجه مطلوبه جدا في الكره الحديثه يعني. طيب الدوري وعوده النادي الاهلي في البطوله، رغم الاخفاقات اللي كانت في اول البطوله سواء بسبب الاصابات، عندك كمان هزايم وتعادلات وكلام من ده، كنت متوقع انت على المستوى الشخصي ان ممكن النادي الاهلي يرجع وياخد اللقب في ظل طبعا تالق بيراميدز والزمالك اللي كان اقرب بشكل كبير جدا لحسم البطوله؟ هو يعني نقول زادت التوقعات اكتر مع تدعيمات يناير. تدعيمات يناير تدعيمات تقيله جدا بصراحه. طبعا. النص الاول من الموسم التدعيمات، مش هنقول احنا مش بنبخس حق حد او بنقلل من قدرات حد، لكن برضو ما كانتش على المستوى المطلوب قوي.
انت برضه في نفس الوقت انت بتشوف المنافس بتاعك، المنافس بتاعك بيدعم بشكل كبير جدا. انت التدعيمات بتاعتك ما كانتش على نفس المستوى او على نفس القوه، ممكن يكون لعيبه مميزين بس مش وقتهم، محتاجين اللي يشيلهم في الملعب او محتاجين يعني يلعبوا في ظروف افضل من كده. مع دخول فتره انتقالات يناير مع التدعيمات القويه، لا حاسس ان الدنيا فيها تحسن كبير جدا على المستوى الفني، تحسن كتير على مستوى الوفره العدديه. انت كان بيوصل في وقت من الاوقات كل مباراه كان الاهلي بيخسر لاعب او اثنين للاصابه، زائد يعني زاد اليقين اكتر او زاد التوقع اكتر ان الاهلي ياخد الدوري بعد الخروج من صن داونز. خلاص انت كده زي ما يكون شلت حمل تقيل من عليك وتفرغت تماما تماما. ما كناش نتمنى الحمل ده يتشال اصلا بصراحه. طبعا اللي حصل. طبعا. وخلي بالك برده امير، منافسه نادي الزمالك على الكونفدراليه لاخر وقت هي برده ساهمت استنزفت الفريق. داء من الاهلي داءه في بطوله دوري ابطال افريقيا على مدار الثلاث مواسم الاخرانيين يعني. بالظبط كده يعني. هو برضو نادي الزمالك عانى في مرحله حسم الدوري من اللي الاهلي عانى منه في بدايه الموسم. صح. يعني بدايه الموسم كان فيه اصابات كتير، نادي الزمالك اصابه فرجاني ساسي في مرحله حاسمه طبعاً. بشكل كبير اثرت على نتائجه في بطوله الدوري، شفناه مثلا خسر حوالي 17 نقطه في الدور الثاني ومفيش فريق بينافس على بطولة الدوري نفس طويل ويخسر 17 نقطة طبعا. في مراحل الحسم دي تبقى صعبة جدا. النادي الأهلي الناحية التانية كان بيلعب كل 3 4 أيام رحلة لجنوب أفريقيا، رحلة لتنزانيا، رحلة للكونغو الديمقراطية مع منافسين برضو تقال فيتا كلوب أو سيمبا أو حتى سان داونز، كان منافسين جامدين. اختبارات كانت قوية جدا في دوري الأبطال مع ضغط الدوري المحلي، فأعتقد كان الخروج من دوري الأبطال يعني زي ما نقول عمل ريفريش للفرقه. من الناحيه الثانيه كان نادي الزمالك تاثر بشكل كبير جدا باصابه فرجاني ساسي واصابه بعض العناصر المؤثره، بقى بيفقد عناصر مؤثره ليه. صح. وده طبعا ده اللي كان بيعاني منه النادي الاهلي في فتره بدايه الموسم. انت يعني الموسم ده حراس الاهلي كلهم اتصابوا يعني حراس المرمى بس يعني كان فتره من الفترات عندك خط الدفاع بالكامل كان مصاب، فتره من الفترات خط الوسط بالكامل مصاب، فتره من الفترات كان اجاي مروان محسن ازارو مصابين. فتخيل بقى كم الغيابات دي لما تاثر على نتائج الفريق، مع انك بتبني فرقه جديده وفي نفس الوقت المنافس بتاعك بادئ بشكل قوي، لان برده نادي الزمالك وبيراميدز كانوا بادئين بدون التزامات افريقيه. نادي الزمالك الموسم اللي فات كان خارج من الكونفدراليه مبكرا من ولايه اديتشا الاثيوبي، فكان بادئ الموسم فريش شويه، فكانت نتائجه الستارت بتاعه كان قوي جدا. لكن لما بدا يخش في احتكاكات وبدا تزيد السفريات مع الكونفدراليه مع مباريات اكتر مع برضه احتكاك مع فرق عربيه برضه بتاخد من مجهوده وبتاخد من طاقته، فكان النادي الاهلي المخزون البدني بتاعه في مرحله الحسم او البنزين اللي فاضل له في مرحله الحسم كان اكتر من نادي الزمالك، وعشان كده هو يستحق في النهايه. انت برضه لما بتيجي تخطط بطوله الدوري، بطوله الدوري زي ما نقول مفيش فريق بيكسب دوري بالحظ طبعا، مفيش. هي نفس طويل وتخطيط واعاده ترتيب اولويات وطموحات. فاعتقد ان النادي الاهلي كان بعد فتره يناير كان بدا التفاؤل بيزيد اكتر بعد الخروج من صن داونز. لا انا حسيت ان خلاص ان بشكل كبير خلاص هو التارجت واحد. انت برضه لما توزع كذا تارجت في نفس الوقت مع ضغط مباريات جدول مع نقل مباريات مع برضه لعب بدون جمهور ده برضه بيأثر طبعا طبعا. فاعتقد ان هو بعد الخروج من دوري الابطال كانت فرص الاهلي بدات تزيد بشكل كبير يعني. طيب نروح للصفقات. اخر صفقات النادي الاهلي النهارده كانت محمود متولي لاعب نادي الاسماعيلي السابق، وقبليه كان في اليو ديانج، وقبل اليو ديانج كان في رمضان صبحي وتجديد اعارته. تقييمك لصفقات النادي الاهلي حتى الان؟ استمرار رمضان صبحي كان مطلوب، وان كنت اتمنى انه يكون على سبيل البيع النهائي، ان برضه فتره الاعاره هتدخلك برضه في ديبيت جديد او جدل جديد، وهل النادي ممكن يوافق عليه لو رمضان يعني استمر او تالق مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي. فكنت اتمنى ان صفقه رمضان تكون بيع نهائي. دي نقطه. النقطه الثانيه هي كلها امور تفاوضيه في طبعا يعني. طبعا. لكن الاهم ان الاهلي حسم تواجد اللاعب في الفتره الحاليه على اقل تقدير يعني. وجوده مهم لانك انت برضو رمضان من ضمن القوام، ما تقدرش تطلع لعيب من القوام بعد ما الفرقه بدات تشم نفسها. ما تقدرش تطلع لعيب من القوام الرئيسي، هتخسر كتير فنيا عشان تعوضه. صح. عشان يعني تجد بديل ليه. محمود متولي صفقه مهمه جدا لخط الدفاع. احنا شفنا برضو في فتره انتقالات يناير كان وجود ياسر ابراهيم، خط الدفاع بتاع النادي الاهلي بيتعمل له زي ايه اعاده تجديد دماء. شفنا النادي الاهلي مش يعني طبعا مع احترامنا لكل اللعيبه، لا دلوقتي انت بتضخ دم لعيبه اصغر سنا بتديك لخمس ست سبع سنين بالزبط. قدام بالزبط. شفنا محمود وحيد في الباك الشمال صحيح. شفنا محمد هاني بدا يحل تدريجيا مكان كابتن احمد فتحي، شفنا ياسر ابراهيم، شفنا حاليا دلوقتي محمود متولي مطلوب بعد طبعا كابتن محمد نجيب برده ادى رسالته مع النادي الاهلي اعتقد بشكل كبير. تدعيم خط الدفاع كان مطلوب جدا انك تجدد النشاط، خصوصا برضو محمود متولي من عناصر
اللي ليها بعض الخبره الدوليه ان هو كان من عناصر اللي كسبت بطوله افريقيا للشباب مع كابتن ربيع ياسين في 2013، شارك في كاس عالم للشباب في تركيا، من العناصر المبشره جدا في نادي الاسماعيلي على مدار اكتر من موسم. بيجيد اللعب طبعا، هو اصلا مركزه اساسي خط وسط، لكن هو دلوقتي بيلعب قلب دفاع، فهو لعيب جوكر ممكن يخدمك في اكتر من خطه. فاعتقد ان هي تكون صفقه رابحه للنادي الاهلي. اليو ديانج برضو من ضمن العناصر اللي احنا بنقول عليها، خط الوسط كان محتاج تجديد دم في النادي الاهلي. طبعا كابتن حسام عاشور تاريخ كبير مع النادي الاهلي، 33 سنه، يعني الناس برضو حسام عاشور بقى له اكتر من 15 سنه بيلعب في النادي الاهلي اساسي، ان هو عنده 17 سنه تقريبا او 18 سنه يعني. بالظبط، من 2003، من اواخر 2003 اخر مع كابتن فتحي مبروك، كانت اول مباراه لي اعتقد كان ضد المنصوره. فكابتن حسام عاشور ادى طبعا رسالته مع النادي الاهلي، يشكر على كل اللي عمله، ولسه بيأدي الرساله برضو. يعني شايفها من كلامه غلط، بس لا لسه متواجد. لا ما بص يا امير، عشان خاطر برضو لما لعيب يتراجع مستواه، ما تنساش 15 سنه اللي فاتت طبعا، واللي قدر يعمله مع النادي الاهلي فعلا، اصابات كتير، ما تنساش ال 15 سنه اللي فاتت. خلي بالك برضو الاهلي من ضمن الفرق اللي عندها تعاقب مواسم بشكل كبير، ما بياخدش اجازات سلبيه بشكل كبير، فبنسبه كبيره. طيب، يعني ده تدعيم لخط الوسط مهم جدا. سريعا نروح للكابتن طه اسماعيل، طبعا النجم الكبير ورئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي. يا كابتن طه، مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا استاذ امير، ازي حضرتك؟ كله تمام الله يخليك حبيبي، كل عام طيب وحضرتك طيب. عايزين طبعا نطمن جمهور النادي الاهلي بالتحديد فيما يخص اجتماع اليوم بخصوص لجنه التخطيط مع الجهاز الفني، طبعا في تواجد الكابتن محمود الخطيب، واقاويل كثيره جدا كانت بخصوص هذا الاجتماع، وكمان فيما يتعلق بالقائمه الافريقيه والقائمه المحليه. والله طبعا هو كان الاجتماع الرئيسي، الغرض الرئيسي هو القائمه الافريقيه على اساس ان ميعادها واخر ميعاد منها بكره ان شاء الله. تمام. بس فعلا يعني استقر الراي على مجموعه الاسماء المطلوبه حوالي 26 اسم. كويس. طبيعي النادي هينشرها بكره ان شاء الله، او يكون نشرها الوقت الله اعلم يعني. ما مش هتبقى اسرار الحاجات دي. ناقشناها طبعا من كل الجوانب. على انت عندك لاعبين كتير، في لعيبه يعني بتختار من مجموعه كبيره من لعيبه في المراكز المختلفه. طبعا بتختار بالافضليه اللي يراها المدرب، واللي برضه يعني نتفق عليه معاه فيها يعني. يعني خلصنا المهمه ديت بشكل كويس الحمد لله. كويس. واعتقد ان بكره هتسلم للاتحاد الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه للتفاهم ما بين لجنه التخطيط ومستر مارتين لاسارتي، والامور ماشيه ازاي؟ هل التفاهم بشكل كبير جدا بنسبه مئويه كبيره بخصوص مستقبل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي؟ يعني الامور ماشيه بشكل رائع، احنا كويس. اصلا كلنا بتوع كوره. حلو. واحنا اصلا مدربين. يعني فطبعا اساس المناقشه بيبقى اساس ايجابي، مفيش فيه تلبسات. حلو. مفيش فيه يعني تفاهم يعني، وهو راجل مطمئن من الكلام معانا واحنا بنتكلم معاه. كويس. ان الهدف واحد، ان العمليه مفيش فيها بتاع، هو راجل متجاوب في كل حاجه، بنقول راينا وهو بيقول رايه، وفي النهايه حلو يعني متفقين في معظم المسائل يعني، مفيش مشاكل فيها الحمد لله. طيب ده شيء، والراجل مقتنع بكل الكلام اللي بنتكلمه، وهو نفسه احنا مقتنعين برضه بارائه. في نفس الوقت احنا برضو اثنينا عليه على جهوده طبعا في اكيد كاس النادي الاهلي لبطوله الدوري العام، مش عايز نقاش. اكيد طبعا. عمل شغل كبير فيها، وقدر ان يثبت فرقه النادي الاهلي بعد الصفقات والاصابات ما رجعت من الاصابات. ما اقصدش يثبت الفريق يعني معناه ان هو بيلعب 11، لا، انما كان عنده قاعده كبيره، ناس بتلعب وناس قاعده كتير، لكن كان بيعمل تيرن اوفر وبيغير في بعض الاحيان بين اللعيبه وبعضها، ودي كانت برضه ميزه كويسه جدا النادي الاهلي انفرد بيها عن بقيه الفرق الاخرى اللي يعني فرق المنافسين اللي يعني كانوا محصورين في ال 11 لاعب وفضلوا متمسكين بيهم، وبالتالي حصل تاثيرات سلبيه في النواحي البدنيه والنواحي النفسيه للعيبه اللي ما بتلعبش وحاجات من هذا القبيل. طبعا. لكن هو الحقيقه الراجل كان عنده وصله من اللعيبه، وظفهم بشكل رائع جدا وجيد جدا. كويس. وفي النهايه طبعا وصفه وصفه يعني بعض حاجات يمكن الناس
في بعض الناس يعني مش مقتنعين، يعني انا بقول لك بصراحه يعني. لكن وده شيء طبيعي يا كابتن طه برضو، يعني مش دايما بيبقى في اجماع على مدير فني. شيء طبيعي ان يكون في اختلاف على مدير فني، مش دايما بيكون في اجماع. سامعني حضرتك كده تمام يا كابتن طه؟ سامعني كده تمام؟ سامع كويس. انت بتتكلم من الاستوديو انتوا عندكم بيبقى مقفول شويه كده كده تمام حضرتك سامعني؟ كده الصوت تمام يا جماعه؟ الصوت تمام؟ سامعني يا كابتن طه؟ نعم. انا بتكلم بخصوص ان دايما مش شرط يكون في اجماع على مدير فني معين، المهم النتائج في الاخر والاهداف في الاخر ان هي بتتحقق. لا مش قادر اسمع كويس. تمام. طب يا ريت يا جماعه نحاول نعود الاتصال بدكتور طه اسماعيل عشان يحاول يسمعنا بشكل افضل من كده، ونحاول نساله كل الاسئله اللي نفس جمهور النادي الاهلي يساله فيها. وكان يا محمود مهم قوي ان انا اساله على التفاهم اللي موجود ما بين لجنه التخطيط وايضا مستر مارتين لاسارتي، لان لجنه التخطيط ليهم دور كبير جدا، وفي نفس الوقت اقاويل كتيره ليس لها اي اساس من الصحه طلعت النهارده بعد اجتماع لجنه التخطيط مع الجهاز الفني، واعتقد ان هو رد على الجزئيه دي بشكل حاسم. وقيل ان لاسارتي غادر الاجتماع وطبعا طلع توضيح من كابتن سامح ان ما فيش اي حاجه والدنيا ماشيه كويس وفي تفاهم كبير. حتى تصريح اخر كمان من كابتن طه اسماعيل وبالظبط كابتن طه اكد نفس المعنى. حتى لو في اختلاف وجهات النظر ما ده عادي يعني. يعني انا مقتنع بحاجه وغيري مقتنع بحاجه ثانيه، ما هي دور اللجنه ايه مع المدير الفني ان احنا نوصل لافضل قرار. بالظبط. فالخلاف عادي، هي مش خناقه، هي قناعات فنيه مش اكتر. دي نقطه. النقطه الثانيه، مارتن لاسارتي تشعر ان هو مضغوط شويه في الفتره الاخيره. مضغوط خاصه بعد مباراه سان داونز، كان كل مؤتمر صحفي بيتعرض لسؤال طب انت مكمل؟ طب الفريق؟ طب كذا؟ يعني حتى ما كانش السؤال يعني الاسئله موجهه ليه بشكل فني كبير. لا، وبعد سان داونز كان فيها هزه شويه، هي اثرت عليه حتى في بعض الاوقات. كابتن سعد حفيظ حتى بعد مباراه الزمالك الاخيره سئل نفس السؤال، لاسارتي مكمل ولا لا؟ حتى قال ده مش سؤال يعني. بالظبط. ده مش طيب سؤال. نرجع لدكتور طه اسماعيل. يا دكتور طه، كنا بنتكلم بخصوص المدير الفني، وان انا بقول لحضرتك ان دايما ما بيبقاش في اجماع على مدير فني، الاهم في النهايه ان يكون الاهداف بتتحقق والنتائج اللي بترغب فيها جماهير النادي الاهلي ان هي بتتحقق، وده اللي حصل مع بطوله الدوري بالتحديد. تمام. يعني هو زي ما بقول لحضرتك يعني وشوف يعني الناس دايما بيبقى طموحاتها كبيره اكيد، واحيانا تبقى خياليه شويه. هو فاهم انه كل واحد فاهم ان النادي الاهلي بيكسب اربع خمس اجوال في كل ماتش. في ماتشات النادي الاهلي عنده مشكله في توزيع الاهداف. دي مشكله واضحه باينه كويس يعني، فدي برضو بتقلل شويه في بعض الاحيان انك تكسب 1-0 وتحافظ عليه للاخر، او تكسب تسديده المعلول في اخر دقيقه، ولا تسديده رمضان في اخر دقيقه. فدي الناس بتحسبها انها فوز صعب. هاي انا معاك يعني، ودي من ضمن الكلام اللي احنا اتكلمناه، بس دي مش شغلة الراجل. تمام. النهارده شغلة الراجل انا بخلق فرص. صح. وفرص كثيره جدا بتضيع الاهداف، هو مش هيجيب الاهداف. انما هي دي مشكله المهاجمين اللي موجودين عندنا، اللي هي نسبة تهديفية من الفرص اللي تيجي قليلة. ودي أحيانا بتخلي الماتش مزنوق وبتكسب بالعافية. فيبقى الناس بتفتكر إن بقى لا لا عايز يكسب مستريح بقى بأربع أو خمس أجوال. في مباريات بتتهيأ زي كده، المقاولين العرب النادي الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا وسجل ثلاث أجوال، ثلاث أجوال من أحسن الأجوال. مرة أمام خاصة مش عارف ثلاثة برضه حاجات زي كده، بس في بعض المباريات النادي الأهلي عمل فيها سكور كبير. فهو الراجل الحقيقه يعني انجز المهمه بتاعته، واحنا في الكوره كده بنقول الكلام ده. ايا كانت اراء الناس، هو انجز المهمه بتاعته، منظم في شغله، قدر يستثير حماس اللعيبه في طول المباريات اللي فاتت، ثبات المستوى في النتائج على وجه الخصوص، ادى للعيبه فرص كثيره يعني، عمل تيرن اوفر وبقى بعض التدوير يعني. ففي النهايه انا شايف ان هو نجح في العمل اللي اوكل ليه وانجز المهمه المطلوبه منه يعني. يمكن مشكله بقى ماتش افريقيا للنادي الاهلي بالظبط خمسه دي برضه في بعض الناس بتتكلم عليها، لكن في حاجات في الكوره احيانا تحصل بدون ما يعني فجاه كده يعني. السنه دي مثلا مانشستر سيتي كسب تشيلسي سته بالظبط، مش مقياس ان يحصل الكلام ده، حصلت. واخد بالك؟ ليفربول ان هو مثلا خسران ثلاث انجليزي باربع تجوان في مين؟ في برشلونه. ففي حاجات في الكوره
يعني خارجه عن التوقعات. هي حصل دروب بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، ولكن الضغط كلامنا معاه يعني بيتعهد بانه يعني هيبقى المهمة الرئيسية السنة بإذن الله تعالى في أفريقيا إن شاء الله. ده شيء مهم جدا. فيما يتعلق بالصفقات يا كابتن طه، وأكيد لجنة التخطيط للكرة ليها دور كبير جدا ومؤثر في بناء فريق قوي واكتمال هذا البناء اللي ابتدى تقريبا في شهر يناير الماضي. حتى الآن النادي الأهلي ضم 3 لاعبين، رمضان صبحي، أليو ديانج، وأخيرا متولي النهاردة. بنسبة كام في المية لجنة التخطيط حققت الأهداف الخاصة بالفريق الأول كرة القدم حتى الآن؟ هو شوف هقول لحضرتك حاجة، هقول سنتر باك تمام، محمود متولي مهم جدا لأن شورتج في مركز سنتر باك كويس، الوقت بتحصل كمان، وفي الوقت ما تبص تلاقي نفسك بتلعب محمد تاني سنتر باك مع أيمن أشرف على طول، برضه أيمن أشرف شغال في الحتة دي على طول، يعني سنتر باك شغال بقى ليه؟ لان في اصابات، عندك سعد سمير مصاب، وعندك ياسر كان موقوف، ويعني فطبعا في نقص في الحته دي، فاعتقد تدعيمها بمحمود متولي مهمه جدا. محمود متولي سيرف باك كويس، واصلا كمان ممكن يلعب في الملعب فعلا، هو بيلعب سيرف باك وبيلعب في نص الملعب فعلا، فممكن الاستفاده دي في حتتين، واعتقد هو هيغطي الحته دي بشكل كويس مع زملاء ان شاء الله. بالنسبه لرمضان، كان مهم ان رمضان يبقى برضه موجود يكمل الموسم المهمه بتاعته بتاع الموسم اللي فات، ونجح النادي طبعا في ان هو يجدد الاعاره بتاعته. شفنا رمضان حتى في المباراه الاخيره بتاع الزمالك، حتى شوف المرور بتاعه عمل لصالح جمعه، كان ضعيف شويه او دخل فيها طارق حامد يعني، لكن قوي جدا وبيحاول برضه يفوت ويتعامل مع زملائه، مهم. بالنسبه للعيب أليو ديانج، طبعا يعني احنا مش شفناهوش، بس المكان ده محتاجين فيه لعيب. يعني كان بيلعب في حسام عاشور والسريه بالظبط طول الفتره اللي فاتت، لازم انت بتفكر بالمستقبل. يعني مش برضه في ناس مثلا هتبص تلاقي السن بالتدريج يبقى خلاص لازم عايز تبقى عشان ولد صغير وبيلعب جدا. هو مش مهم ان انا يكون بلاي ميكر ويطلع ويكمل وكذا، انما هو له مهم ان هو بيلعب قدام الاربع سكات بشكل كويس، ويقطع كورات بشكل كويس، ويمرر بشكل كويس. فاعتقد يعني 3 مراكز مهمين جدا النادي الاهلي، والعمليه مش عمليه بكثره اللعيبه، النادي الاهلي مجموعه لاعبين عنده لعيبه كثيره قوي، لكن دي الحته دي كانت محتاجه هذه النوعيه من اللاعبين، وانا اعتقد يعني النادي توفق فيها باذن الله تعالى. بنسبه مئويه كام النادي توفق في الطلبات اللي هو محتاجها او لجنه التخطيط شايفاها بالتحديد للفريق الاول لكره القدم؟ بنسبه مئويه كام، وهل في اضافات ممكن تكون خلال الفتره الجايه؟ حضرتك على حاجه، حضرتك حاجه، دايما في موضوع كره القدم مش بايد يعني بالظبط، انت بتقول والله انا عايز جاي اجيب ده بالظبط طبعا، ده شوف واللعيب يرغب ان يجي لك او ما يرغبش، النادي يقدر يسيبه لك ولا ما يسيبوش، المبلغ اللي ما اتفق عليه جايز يكون كبير ما ينفعكش، عشان كده ليس كل ما يعني زي ما اقول لك المثل يقول لك ليس كل ما يهواه المرء يدركه يعني. بالظبط. في بعض الاحيان ما بتقدرش، يعني ناس عايز تاخدها ما بتقدرش. وبتستنى بقى ايه اللي ممكن يحصل، يعني في برضه صفقات مستنيه برضه بوقتها. كويس. يعني فيها مفاضلات وفيها ويعني في محلات موجوده في القائمه كويس موجوده، لكن ده اللي كان، والعمليه مش بكثره. النادي الاهلي استقدم في يناير عدد كبير من اللعيبه، مش معقول كل هيجي، لان هتعمل مخزن لاعبين. صح. انت بتختار برضه الاماكن اللي انت بتبقى محتاج فيها، ولذلك بيبقى في حدود محدوده، لانك انت عندك لعيبه موجوده من الاصل يعني. بالظبط. اعتقد ان النجاح في الثلاث دول حاجه جيده، وفي ناس برضه تحت المحادثات، يعني قد يحدث في اي وقت ممكن
يدخل بعض اللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور طه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معنا على الهاتف دكتور طه اسماعيل رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، واعتقد انه وضح الكثير والكثير من الامور اللي كانت بتشغل بال عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، وبالتحديد افتكروا كلام الصفقات، واحنا كنا اتكلمنا في الجزئيه دي قبل كده، ان النادي الاهلي عنده قوام جيد جدا من اللاعبين، التدعيم هيكون في اطار محدود مش بالكم زي ما قال كده الدكتور طه اسماعيل، لكن باللاعب اللي هيقدر يضيف للنادي الاهلي الاداره اكيد هتسعى للتعاقد معاه، وزي ما هو قال كده في وارد ان ممكن يكون في تدعيمات اخرى طبقا لرؤيه طبعا لجنه التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني، وطبيعي طبعا مع الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. اعتقد مداخله مهمه ووفيه جدا من كابتن طه اسماعيل. كابتن طه طبعا لمس حاجات كتير او لمس امور فنيه كتير كانت عملت صعوبات للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات، خاصه اضاعه الفرص. النادي الاهلي كسب بطوله الدوري لكن هو مش خط الهجوم الاقوى في البطوله. فعلا. النادي الاهلي هدافه هو الباك الشمال في الفريق، فطبعا دي تحط علامه استفهام، تحط برده مصدر قلق. كان ضروري الراجل برده بره لاسرت منها، هو مش دوره ان هو يجيب الجول، لو صنع فرص والفريق وصل للمرمى، لكن في بعض الاوقات او في بعض المباريات انت بتكون في حمل فرصه واحده، انت ممكن فرصه واحده تضيعها تقلب سيناريو المباراه كله ضدك. احنا شفنا في ماتش سان داونز في الشوط الاولاني في فرصتين للنادي الاهلي لاجاي وعمرو السوليه، لولاهم كانت الدنيا اتغيرت خالص خالص، يعني المباراه اتقلبت تماما ضدك وضيعت حلم كبير من ايديك بسبب تركيز في فرصه معينه. وفي بعض الرعونه شويه برده في انهاء الفرص على المرمى، شفنا فرصه لصالح جمعه في مباراه الزمالك، شفنا قبلها فرصه لوليد ازارو في مباراه المقاولين. لو انت بقى محتاج الفرصه دي قوي لا هتسبب لك مشاكل كتيره جدا طبعا. هتهدم خطط الاداره كلها، يعني ممكن تهدم خطه اداره الموسم كامل بسبب عدم تركيز في نقطه في فرصه او اتنين. فاعتقد ان هي نقطه اللي هي انهاء الفرص على المرمى مطلوبه جدا علاجها من الجهاز الفني للنادي الاهلي. وكابتن طه لمس برده نقطه تانية اللي هو التدعيم مش شرط بيكون بعدد الصفقات الكتير. احنا قلنا في يناير اللي فات في حوالي من 6 ل 8 صفقات مع عوده مصابين، ودي بالزبط. حاجه مهمه جدا دي تعتبر صفقات في حد ذاتها، لما يكون علي معلول مش معاك النص الاولاني من الموسم تقريبا او فترات كبيره ويرجع، فده يعتبر برضه اضافه للفريق. فاعتقد النادي الاهلي مش في حمل ان هو يعني صفقات كتير، بالعكس ده محتاج فلتره لان في لعيبه كتير اعتقد ان هو مش هيكون ليها دور الفتره اللي جايه. بالظبط. طيب الاهلي مقبل على بطوله دوري ابطال افريقيا، خلاص حسم الدوري والدوري خلص الحمد لله، موسم الكروي كان صعب جدا هنتكلم عليه بالتفاصيل، لكن الهدف القادم للنادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي دايما جمهور النادي الاهلي متشوق ليها من فتره كبيره. ميزه من مميزات النادي الاهلي ان هو طوى صفحه الدوري والافراح الخاصه ببطوله الدوري وبيركز على بطوله دوري ابطال افريقيا. شايف البدايه مطلوب ان هي تكون ازاي، خصوصا ان انت هتقابل فريق مجهول شويه، فريق يطلع بره جنوب السودان. فريق مجهول معناها ان لازم يكون الاستعداد اكتر على الورق طبعا على الورق انت فرصتك قويه انك تكسب المباراتين على الورق بالنظر لاسامي الفرقتين. فريق اول مره تقريبا يشارك في دوري الابطال او يخش في محك افريقي مع فريق يعتبر هو بطل القاره، يعني او بطل القرن في افريقيا. فريق مجهول طلب ان هو تركيز اكتر، انت مش في حمل اي مفاجات. احنا برضو شفنا السنه اللي فاتت نادي الزمالك ولايه ديتشا محدش يسمع عنه قبل كده، ومع ذلك عمل مفاجاه كبيره جدا. فطبعا كابتن طه اسماعيل قال حاجه مهمه، قال ان لاسارتي تعهد ان دوري الابطال هيكون هو الهدف الاول ليه. بالظبط. فلا انت محتاج ضربه بدايه جامده، ده التارجت الاول ليك في الموسم الجديد. فلازم تاخد كل مباراه بمحمل الجد ومحمل التركيز الشديد، حتى اذا كان المنافس فيه الفوارق الفنيه بينك وبينه كبيره، خاصه كمان ان في تلاحم مواسم برضو. بالضبط. انت هتخش من دوري ابطال افريقيا تخش الكاس تخش الدوري موسم جديد، فانت محتاج انك توفر اجواء من الثقه والهدوء مع بدايه الموسم الجديد. انت مش في حمل اي تعثر افريقي بالذات، وصلت 2 نهائي ورا بعض، خروج للمره الثالثه بسيناريو صعب شويه. فاعتقد ان هي مباراه مهمه جدا جدا جدا، ولازم يكون التركيز عليها بشكل كبير لانك مش في حمل اي مفاجات. ان شاء الله نتمنى تكون بدايه قويه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان تكون رساله مميزه لكل الانديه اللي هتنافس على هذه البطوله، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في تحقيق هذا اللقب الغائب. نروح لملف اخر وهو فيما يتعلق بالكره المصريه بشكل عام. شفنا موسم يعتبر فاشل في إدارة الكرة أو المسابقة بتحديد بطولة الدوري، بطولة الكاس ما اتلعبتش أو ما كملتش لحد دلوقتي. الحلول إيه لتفادي تكرار موسم صعب زي الموسم اللي خلص ده من وجهة نظرك يعني؟ بص هو يا أمير هي في نواقص كتيرة، يعني مبدئيا قصة إن هي البطولات الخارجية ولوائح المشاركة فيها
البطوله العربيه لو احنا مشاركه فيها ما كانتش واضحه، يعني اربع انديه خدوا من جدول الدوري بشكل كبير، مؤجلات بشكل كبير، الفريق او النادي اللي حابب يشارك في بطولتين يتحمل جدول الدوري، ما فيش حاجه اسمها تاجيلات. والاهم من التاجيلات يا امير تحديد، مثلا انت عندك في كل جوله عندك 9 مباريات، لازم يكون في 9 ملاعب مختلفه، لازم، بحيث انك ما تجيش على ملعب معين تفضل تهلكه وتهلكه، فالملعب ده بعد كده هيبقى سلاح مضاد ضدك، ممكن الملعب ده من سوء ارضيه الملعب تتعرض لاصابات، لاجهاد، لخلاف. واحنا شفنا كاس امم افريقيا الاخيره في مصر كانت ملاعب على اعلى مستوى والكل اشاد بها من اول رئيس الاتحاد الدولي لغايه اصغر منتخب في افريقيا. فانت دلوقتي عندك بنيه تحتيه كبيره جدا، لازم تحدد ملاعب، جدول مسابقات منتظم، لوائح ثابته، لوائح تمنع، لوائح ثابته دي مهمه قوي، لا لوائح تنظم البطوله جوه الملعب وبره الملعب. في تجاوزات كتيره بتحصل بره الملعب مش مقبوله باي شكل، بتاثر على قرارات المسؤولين وشفناها بشكل كبير بشان تعيين حكام او استبعاد حكام او الحكم بشر في الاول في الاخر، اخطا مش معنى ان هو اخطا ما تعاقبوش مجامله لنادي او عشان تمتص غضب نادي ليه شعبيه جماهيريه. فلازم ان يكون اتحاد الكره القادم يكون قوي جدا، قوي جدا مع الجميع، لوائح سريعه على الجميع، مش حاجه اسمها مؤجلات، ملاعب مهمه جدا، الملاعب دي نقطه مهمه جدا، بسبب الملاعب دي انت تعرضت لاصابات عضليه كتير، فقدت في وقت من الاوقات كفريق واحد مثلا زي الاهلي فقد 17 لعيب دفعه واحده بسبب برضو ان هي سوء ارضيه الملعب، انك انت بتلاقي ملعب بيلعب عليه 4 انديه تلاقي ملعب مثلا بيتلعب عليه 4 ماتشات في 4 ايام ورا بعض، فطبعا طبيعي ان الملعب ده يهلك يعني، وطبيعي الملعب ده لما يهلك ارضيته تسوء هياثر على موضوع الاصابات. اللوائح لازم تكون مهمه جدا، اتحاد الكوره لازم يبقى قوي، مفيش حاجه اسمها مجاملات، مفيش حاجه اسمها استجابه لضغوط، لوائح واضحه لكل اللي هيغلط هيتعاقب، جدول منتظم، لو في امكانيه لتقنيه الفيديو عشان ننهي جدل كبير جدا بالنسبه لموضوع التحكيم يعني يكون ليها آلية، وشفنا تطبيقها في مصر موجوده، يعني احنا عندنا آلية حتى لو انت استعنت زي مثلا احنا بنشوف دلوقتي ما شاء الله الانديه بتصرف مبالغ ضخمه جدا على تدعيمات لعيب، اتحاد الكوره برضو لازم يصرف عشان يطور اتحاد الكره كان طلب قبل ما يستقيلوا يعني من الانديه ان هم يشاركوا في واعتقد الانديه رحبت واعتقد الانديه مش لا البعض ما رحبش يعني يعني الغالبيه رحب. انت برضو تقنيه الفيديو دي هتنهي جدل كبير طبعا. في نفس الوقت انت الاستعانه بالتحكيم الاجنبي دي لازم تقل بشكل كبير، انت صرفت على التحكيم الاجنبي كتير جدا، كنت ممكن بالمبالغ اللي اتصرفت دي الانديه برضو صرفتها، ما هي اللي بتدفع تكلفه الحكم الاجنبي، كنت ممكن تساهم انك تدخل تقنيه جديده وتنهي جدل كتير، هتلاقي الموسم ماشي في هدوء ويبقى التركيز كله على منافسه كره قدم بس دون التشكيك في نوايا او التشكيك في ذمم او تصريحات غير لائقه او تجاوزات او حتى وصلت لبعض الاحيان للازدراء وتصريحات عنصريه. فده طبعا ده كله ده ما ينفعش، لازم يبقى في اتحاد كوره قوي، لازم يبقى في لجنه انضباط قويه، لجنه مسابقات قويه، لجنه قيم واخلاق برضو قويه جدا تتصدى لاي تجاوز عشان تبقى تلعب كوره عشان نستمتع بيها. لان خلي بالك برضو تصريحات المسؤولين بتشحن الجماهير، انت اصلا دلوقتي الدوري اوريدي بدون جمهور وفي شحن غير طبيعي، ما بالك لو الجمهور في الملعب، كانت الناس بقى يعني تقطع بعضها في الملعب بسبب الشحن الزايد عن الحد ده. فاعتقد ان تقنيه الفيديو هتحل مشاكل كتيره جدا. اتمنى ان دي اول حاجه يعني اول حاجه تطبق، بس اعتقد انه صعب يعني، لو كان في نيه كانت خطوات اتخذت خلاص من بدري يعني. ما كابتن عصام عبد الفتاح قال كذا مره ان هي هتطبق من الموسم الجديد يعني، وشفنا وعود كتيره، بس كانت كمان الدور الثاني للموسم اللي فات وكل هذه الامور ما حصلش الكلام ده. لا وكنا بصراحه يعني كان لينا تجربه كانت كوميديه بصراحه، اللي هي التلفزيون الصغير دي برضو طبقت على 3-4 ماتشات او 3-4 جولات ما كانتش يعني بجدوى يعني، رغم ان اشاده اتحاد الكوره بيها مش عارف على اي اساس، بس برده مش هي دي اللي تليق برده بينا. لا احنا المفروض ان الدوري المصري دوري قوي دلوقتي، بقى دوري جاذب، عندك دوري مصر بقى بيستقطب مواهب من افريقيا ومن الدول العربيه وبيصدر بره، الدوري المصري دوري متشاف، انت استضفت كاس امم افريقيا، انت دلوقتي عندك ناديين الزمالك بطل الكونفدراليه وعندك النادي الاهلي بطل القرن، فدلوقتي المفروض ان مستوى البطوله ما نلاقيش دول عربيه بقت سابقانا بمسافات كبيره جدا، هي لمجرد حاجه واحده بس، يعني انت فنان افضل منهم، هم عندهم تنظيم احنا ما عندناش تنظيم. بالظبط هو ده الفرق بس. التنظيم بس. اتحاد الكره اللي هيحصل الفتره الجايه؟ والله هل هيبقى في لجنه مثلا هي اللي تدير اتحاد الكوره، ولا هيكمل زي ما احنا كده بالوقت ثروت سويلم هو اللي يكمل لغايه لما يبقى في انتخابات وكل هذه الامور يعني. والله احنا سمعنا برضو كلام كتير، برضو مطالبات لاستثناء مصر اللجنه مؤقته لمده سنه مع 3 شهور اللي هي المهله قبل اجراء الانتخابات الجديده، وسمعنا ترشيحات، الدنيا ملتبسه. برضو خلي بالك ان الاخفاق اللي حصل كان اخفاق كبير،
انت استضفت بطوله عملت يعني فرح كبير وهديته في بدايته كاداء منتخب وكخروج كرويا قصدك يعني كمنتخب يعني كمنتخب. لكن التنظيم طبعا كان لكن حاجه التنظيم هاي يعني. كان التنظيم هاي دلوقتي بقت في حاله غضب ضد المسؤولين اللي كانوا موجودين وهل المسؤولين الموجودين دول هيترشحوا تاني ولا لا فبرضه تحس ان الصوره ضبابيه سمعنا ترشيحات شويه ونفي شويه فتحس ان برضه الموضوع كله محتاج حسم لغايه دلوقتي ما اخترتش المدير الفني ما انا لسه كنت هسالك احنا عايزين حسمه بسرعه عشان تختار تشوف هتجيب مين مدير فني هل وطني اجنبي وهل المدير الفني هيكون على قد طموحات الشعب المصري ولا لا انت عندك تصفيات كاس افريقيا في 9 وفي 10 و11 ممكن تخش في تصفيات كاس عالم بالظبط وعندك بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد في شهر 11 فلازم موضوع الملف ده اعتقد وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي بيبذل فيه مجهود كبير اعتقد بس محتاج انجاز اكتر من كده تبقى الامور واضحه هل هنحصل على استثناء من الفيفا فعلا ان احنا تبقى لجنه مؤقته لمده سنه ام هيبقى في انتخابات كمان 3 شهور او شهرين ونص لان الكلام ده كان بيتقال من بعد الخروج من بطوله افريقيا بالظبط الموضوع ده الملف ده مهم جدا وشائك وغامض وملوش ملامح برضه بيفتقد برضه موضوع التنظيم احنا ما فيش اي ملامح واضحه لغايه دلوقتي كلها تكهنات وكلها بالونات اختبار ولكن اعتقد ان الناس اللي كانت موجوده او اعضاء اتحاد الكره الموجودين حاليا هم عليهم عدم قبول شعبي زي ما نقول او عدم قدوم قبول اعلامي وجماهيري ان الناس دي خدت فرصتها واكتفت وعايزين وجوه جديده تدير المنظومه في الكره المصريه او اتحاد الكره بالتحديد. من وجهه نظرك الافضل مدير فني وطني ولا اجنبي لمنتخب مصر؟ مدير فني وطني ولا اجنبي؟ اعتقد هو مدير فني وطني. وطني والا والا مدير فني اجنبي يكون على اعلى مستوى. لان برضه لازم يكون مدير فني انت دلوقتي الاسماء المميزه او اللامعه اتاخدت من بطوله افريقيا كان عندك سيباستيان دي صبرح بيراميدز هيرفي رينار اعتقد منتخب السعوديه في برضه رور في مدرب نيجيريا لكن اعتقد هم متمسكين بينك والعلاقات بينهم وبين بعض كويسه مش عايزين برضه نلجا لمدرسه ان احنا نجيب مدير فني مغترب عن كره افريقيا يعني زي ما حصل مع جيري اجيري وقبليه كوبر وقبليه برادلي يعني برادلي برضو كان اول تجربه ليه بره امريكا كانت مع منتخب مصر وكان عمل نتائج يعني تبدو مقبوله وبرضو واجه صعوبات كتير ما كانش فيه نشاط رياضي لكن فاق على كابوس كبير اللي هو غانا ثم جيم كوبر برضو كان الاداء مش عاجب الناس كتير حصر الفرقه حصر المنتخب على مجموعه معينه من اللاعبين رسخ عقليه معينه في اللاعب المصري ادارت بعض اللاعبين لكن هو حقق نتائج كويسه لكن برضو في نفس الوقت احنا فوقنا على كابوس نتائج مزريه جدا في كاس العالم واداء مخيب وعدم تنظيم في الملعب وخارج الملعب برضو اجري نفس القصه كان بادئ بدايه تبدو جيده وعمل احلال وتجديد وتجديد دم بعد كده فوجئ باستضافه كاس الامم في مصر فوقنا برضو على كابوس انك بتخرج من مبكرا من بطوله افريقيا اللي انت بتلعبها على ارضك وسط جمهورك وكانت الفرصه قويه جدا خلي بالك يا امير المستوى الفني بطوله كاس الامم الاخيره ما كانش قوي فعلا وكل الفرق الكبيره كان عندها دروب كان فعلا. فرصتك انك تكسب اللقب خاصه انت كنت في البطوله اللي فاتت على ملاعب اسوء ووصلت النهائي مع كوبا والسنه دي على ملاعب افضل ودعم جماهيري خرجت افضل مدرب وطني دلوقتي وطني يا امير او مدير فني اجنبي يكون ليه خبره في الملاعب الافريقيه ويكون اهم حاجه قبل ما يكون مميز فنيا قوي الشخصيه لان في امور كتيره فلتت في الفتره الاخيره استاذ محمود باهي انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا يا امير شكرا جزيلا دي كانت فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده نورنا وشرفنا في الاستوديو محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق اتكلمنا في ملفات عديده جدا بتخص الكره المصريه وكمان فيما يخص النادي الاهلي ما تنسوش النهارده بالليل ان شاء الله الساعه 11 حلقه خاصه جدا مع نجم النادي الاهلي الجديد محمود متولي مع الكابتن اسلام شاطر في حلقه هتكون مميزه جدا ان شاء الله ودي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا استنونا وحلقه جديده ان شاء الله بكره الى اللقاء